وهتكلم معاك النهاردة عن حاجة من الحاجات اللي ناس كتيرة جدا اتكلمت فيها واتكلمت عنها، وهي الفرق بين منصة بلوجر ومنصة الووردبريس، وايه الافضل فيهم، وهل استخدم منصة بلوجر ولا منصة الووردبريس. في البداية هنمسك كل مميزات وعيوب كل منصة من المنصات دولت لصناعة المدونات والمحتوى الكتابي. في البداية خلينا نتكلم عن منصة البلوجر. طبعا كلنا عارفين ان منصة بلوجر هي منصة تابعة لجوجل، وبما انك تابع لجوجل فانت مش هتحتاج انك تتصرف او تحمي موقعك ازاي، فانت سيرفراتك وكل حاجاتك تحت حماية جوجل. فبالنسبة للحماية فانت بالنسبة لبلوجر ما تقلقش من اي حاجة، فانت تحت حماية جوجل. اما بالنسبة لووردبريس فانت سيرفراتك ليك خاصة، الدومين بتاعك كل حاجة انت المسؤول عنها ومسؤول عن الحماية بتاعتها من اي هجوم خارجي. فبالتالي بالنسبة للحماية فتقدر انك من خلال بلوجر تطمن على الموقع بتاعك وما تشيلش هم اي حماية فيه. تاني حاجة وهي ملكية الموقع، بما انك عند بلوجر وتحت سيرفرات بلوجر واستضافة بلوجر، فانت الموقع بتاعك كله عند بلوجر، انت ما بتمتلكش بس غير لوحة تحكم دخول بيها انك تكتب مقالات، ودومين ملوش اي يعني المحتوى انت ما بتمتلكوش اصلا، انت كل اللي بتمتلكه لوحة تحكم بتاكسس بيها على حسابك او المدونة بتاعتك في بلوجر، ودومين انت اشتريته من اي شركة استضافة لو انت مثلا شاري دومين وعامل مركبه على المدونة بتاعتك في بلوجر. اما الورد بريس فانت الموقع بتاعك ملكيته ليك بالكامل، تقدر انك ترفع عليه اي حاجة، تحط عليه اي حاجة، تنقله من مكان لمكان، معاك مقالاتك، معاك المحتوى بتاعك، معاك اي حاجة انت قدمتها على الموقع، معاك الداتا بتاعتك كلها على الاستضافة اللي انت شاريها او مخزن فيها الموقع بتاعك. فانت بالتالي الموقع في تحكمك بالكامل، والموقع بتاعك وتقدر انك ترفع عليه اي حاجة، خلاف بلوجر مثلا انك مثلا لو رفعت عليه حاجات مخالفة لسياسات بلوجر زي مثلا المواقع المخالفة والحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها، ومواقع الكراكات والهاكرز والكلام دوت، فانت معرض في اي وقت ان الموقع بتاعك ده يتقفل وملكش حق عند جوجل. فانت لو عندك وورد بريس هتقدر تعمل عليه اي حاجه من غير ما تخاف من اي حظر وقفل، انت الموقع بتاعك بالكامل، معاك استضافتك، معاك الدومين بتاعك، معاك كل حاجه خلاف بلوجر. بعد كده في نقطه الارشفه اللي ناس كتيره بتتكلم فيها. بالنسبة لنقطة الأرشفة فأنت مفيش فرق بين أرشفة بلوجر وأرشفة وورد بريس، بل بالعكس الوورد بريس فيها إضافات كتيرة جدا بتساعدك إنك تحسن السيو بتاع الموقع بتاعك وعملية تهيئته لمحركات البحث، تقدر إنك تضيفها في الموقع بتاعك أو في سكريبت الوورد بريس عندك. أما بلوجر فهي متاحة كده بس، مثلا متاح انك تقدر تكتب تدوينات واستنى لما تتأرشف عند جوجل. مش معنى كده ان بلوجر ارشفتها وحشه او الورد بريس ارشفتها افضل، بالنسبه للارشفه مش هتختلف، ولكن الورد بريس فيها اضافات هتساعدك اكتر انك تقدر تحسن من الشغل بتاعك في محركات البحث. فبالتالي الورد بريس كسبت النقطه دي. عندك حاجه تانية وهي مثلا لو انت موقعك كبر في المستقبل وعايز مثلا تنقله ليه برمجة خاصة، عايز مثلا تنقل الموقع بتاعك دوت لمكان معين او تضيف عليه حاجات معينة، اضافات برمجية معينة هتساعدك مثلا في انك تعمل حاجة معينة في المستقبل، مثلا الموقع بتاعك ده بقى براند وبقى مشهور، فانت بالتالي مش هتقدر انك تنفذ ده في بلوجر، لان كل اللي انت بتمتلكه في بلوجر لوحة تحكم ودومين بتدخل عليه تكتب تدوينات وبعد كده بتستنى لما بتتأرشف وبس. اما في وورد بريس فهو سكريبت بي اتش بي تقدر انك تضيف عليه حاجات جديده، وهو في تحديث مستمر وليه مبرمجين كتير حول العالم بيضيفوا عليه ويحدثوا عليه ويتابعوا ثغراته، مثلا لو في مشكله حدثت فبداوا انهم ينزلوا تحديث جديد ليها ويبدا تحل المشكله بشكل عادي، وتقدر انك تضيف عليه برمجيات انت عاوزها او تبرمج له اضافات انت عاوزها، وتقدر انك تضيفها على الموقع بكل سهوله. حاجه تانية للورد بريس وهي السيمز او القوالب. لو بصيت على الورد بريس فهتلاقي القوالب بتاعته منتشرة بشكل كبير جدا، سواء في المحتوى الاجنبي او في المحتوى العربي، فهتلاقي مطورين كتير جدا للورد بريس بيصمموا قوالب الورد بريس وبيحطها بين ايدك تقدر انك تستخدمها او تشتريها حتى، وبتكون القوالب ديت فيها نوع من الابداع.
انت لو بصيت لقوالب بلوجر فانت هتلاقي نفس الشكل، نفس التصاميم، معظم القوالب كلها مشابهة لبعضها، وده لان الفكرة بتبقى متاخدة من بعضها مش زي بره، فبالتالي في بتكون عملية ابداع في تصميم السيمز والقوالب بتاعة الووردبريس. مش معنى كده ان بلوجر وحش من ناحية السمات، لا، انت ممكن تصمم سيم على دماغك انت وتخلي اي حد يعمله لك بالطريقة اللي انت عاوزها، ولكن بتكلم على الموضوع بشكل عام. ولو اتكلمنا على وورد بريس من ناحية الاحترافية، فانت هتلاحظ ان وورد بريس عليها مواقع عالمية كبيرة جدا زي موقع سي سي ان وموقع رويترز الاخباري ومواقع اخبارية عالمية كتيرة جدا موجودة على سكريبت الوورد بريس او بتستخدم سكريبت الوورد بريس في انها ابتكارت السايت بتاعها على النت. اما لو بصيت لبلوجر فمش هتلاقي عليها مواقع عالميه بشكل كبير زي مثلا غير المواقع العربيه اللي احنا عارفينها زي موقع المحترف والمواقع التقنيه اللي احنا عارفينها دي. فبالتالي لو انت بتستخدم ووردبريس فهتلاقي نوع من الاحترافيه شويه، لان ووردبريس عليه مواقع اخباريه كبيره جدا جدا، ووردبريس دائم التحديثات وناس كتيره شغالة في السكريبت وبتطور فيه التطورات دائمة بشكل سريع. بس هو دي أهم المميزات والحاجات اللي حبيت أتكلم عنها في الفيديو دوت، واللي من خلالها تقدر تقارن هل هتدخل بلوجر أم هتستعمل الورد بريس. لو عايز تعمل لايك ليه وتشترك في القناة وتتابعني على الميديا الموجودة في الوصف، والسلام عليكم.